الثامنة بتوقيتها الجزائر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة لكم أينما كنتم أوفياء التلفزيون الجزائرية القناة الإخبارية، أهلا بكم إلى رحاب هذا البرنامج الإخباري الصباحي. نستعرض اليوم جملة من المواضيع والملفات، البداية بعد قليل مع ركن الصحة، حديثنا سيكون عن التكوين الطبي المتخصص بولايات الجنوب، نركز على تخصص أمراض الكلى الذي يعرف تقدما ملحوظا في الجزائر. في الاقتصاد مخرجات الطبعة 11 للأسبوع العالمي للمقاولاتية، وفي القانون محليات 27 نوفمبر ضمانات النزاهة في الحملة الانتخابية في قانون الانتخابات. في ضيف الصباح تشجيع المرأة الإفريقية على ولوج عالم الاستثمار، كما سنفتح معكم أيضا مشاهدين ملف النضال بالصحراء الغربية والاعتداءات المتواصلة من قبل الاحتلال المغربي، وآخرها في حق المناضلة الحقوقية سلطان خيا وعائلتها. في جمعيات دور المجتمع المدني أثناء الأزمات، إلى هذه المحاور أخبارنا متواصلة على مدار الساعة، ابقوا معنا أهلا بالجميع. أهلا بكم مجددا، البداية مع جديد أحوال الطقس. أفادت نشرية خاصة للديوان الوطني للأرصاد الجوية أن عدة ولايات بوسط الوطن ستشهد تساقطا للأمطار تكون مصحوبة برياح رعدية في بعض الأحيان، تمتد صلاحية هذه النشرية إلى غاية زوال اليوم الثلاثاء، حيث من المنتظر أن تتراوح كمية الأمطار بين 40 و 60 ملم وقد تتجاوز 80 ملم محليا. المزيد في هذه النشرة الجوية المفصلة. موبيليس تقدم لكم الأحوال الجوية، موبيليس أينما كنتم. مشاهدينا الكرام، أسعد الله صباحكم بكل خير. يبقى يتسرب هواء بارد نحو المناطق الشمالية، هذا سيبقى يسمح أن تتساقط بعض الثلوج على القمم الوسطى، ثم تتحسن الأجواء تدريجيا خلال الظهيرة، لكن بسواحل الوسطى تبقى الأجواء ملبدة مرفوقة بزخات من الأمطار التي ستكون غزيرة محليا، وكذلك تكون مرفوقة بهبوب رياح قوية نسبيا. الأمطار ستمتد لغاية المناطق الشرقية، تكون أكثر غزارة نحو سواحل الشرقية التي تقع بغرب ولاية عنابة، أما على المناطق الغربية الأجواء ستخصها بعض السحب السفلى بدون فعالية، أمطار غير مستبعدة بمنطقة الواحات وأجواء مشمسة تماما من شمال الصحراء نحو أقصى الجنوب. الحرارة كانت باردة خلال ليلة اليوم بكل من المناطق الداخلية الغربية الوسطى وحتى بمنطقة الأوراس، 6 إلى 12 درجة سجلت بسواحل، 13 سجلت بوسط الصحراء، وأخيرا 19 كانت بأقصى الجنوب. خلال ظهيرة اليوم بحول الله الحرارة القصوى تبقى باردة نتيجة لتسرب هواء بارد، حيث ستتراوح ما بين 8 إلى 10 درجات فقط بكل المناطق الداخلية، 16 إلى 19 بسواحل، تقارب 20 درجة بشمال الصحراء، 27 درجة بوسط الصحراء، بينما ترتفع إلى غاية 33 درجة بإنقزام. البحر سيكون مضطرب خلال نهار اليوم على طول الشريط الساحلي، رياح ضعيفة شرقا تكون جنوبية تماما، تتحول إلى شمالية شرقية نحو سواحل الغربية سرعتها معتدلة، بينما ستشتد بسواحل الوسطى لتقارب 50 كم في ساعة، هنا تأتينا من غربية إلى شمالية غربية.
جولة خاطفة إلى بعض عواصم شمال قارة إفريقيا. الأجواء ستكون مشمسة على أغلب العواصم عدا بتونس. الرباط ونواكشوط ستكون غائمة جزئيا. 21 درجة منتظرة بتونس، 27 درجة بطرابلس والقاهرة، 20 درجة بالرباط، وترتفع لغاية 39 درجة كعلى مقياس بنجامينا ونيامي. نعود إلى أرض الوطن. وقت شروق الشمس سيكون في حدود الساعة 7:26، أما الغروب سيكون بحول الله في حدود 5:38. مشاهدينا أشكركم على حسن المتابعة ودمتم في أمان الله. موبيليس قدمت لكم الأحوال الجوية. موبيليس أينما كنتم. وللمزيد مشاهدين حول تطورات أحوال الطقس ينضم إلي الآن عبر الهاتف رئيس قسم التنبؤات الجوية بالديوان الوطني للأرصاد الجوية سيد سيد أحمد حمادي. صباح الخير سيد حمادي، أهلا بك. سيدتي أهلا وسهلا. صباح الخير. مرحبا سيد حمادي. إذا النشرية الجوية الخاصة تمتد إلى غاية الزوال اليوم، كيف هي إذا هذه التنبؤات وكيف هي ربما توقعات الساعات القليلة المقبلة؟ هي بالنسبة للحالة الجوية، شكرا لك سيدتي، بالنسبة للحالة الجوية سيستمر سلسلة هذا الاضطراب الجوي شديد الفعالية على المناطق الوسطى الساحلية والداخلية، حيث هناك كما شرفتم الذكر هناك نشرية خاصة سرية المفعول إلى غاية ظاهرة اليوم تخص المناطق الساحلية والقرب الساحلية الوسطى منها وكذلك الشرقية. ومن المرتقب خلال اللحظات المقبلة تحيين هذه النشرية الخاصة والتي تمس تقريبا معظم هذه الولايات والتي ستكون سرية المفعول إلى غاية يوم الغد ظاهرة يوم الغد وتخص كل من الولايات سالف ذكرها من الشلف تيبازا عين دبلاد العاصمة الوليدة المنية وسنضيف إن شاء الله بجاية ميلا الصيف برج بوعريريج وكذا البويا. تكون كمية الأمطار المرتقبة تكون ما بين 40 إلى 60 ملمتر قد تصل محليا خاصة على المناطق على منطقة الجزائر العاصمة وتيزي وزو قد تصل محليا إلى 80 ملمتر. نقدر نعطيكم بعض الكميات الأمطار المسجلة خلال 24 ساعة الماضية. سجلنا كميات جد معتبرة خاصة على منطقة الجزائر العاصمة. في منطقة الدار البيضاء على الدار البيضاء سجلنا 52 ملمتر، بوزريعة سجلنا 74 ملمتر، برج البحري سجلنا 59 ملمتر، الغاية والقبة سجلنا 63 ملمتر. نقدر نعطيكم صورة على هذا الاضطراب الجوي اللي بدا أول نوفمبر حتى اليوم 14 نوفمبر. كمية الأمطار اللي سجلناها خلال هذه الفترة سجلنا كميات جد معتبرة. رانا عند ابواب المعدل السنوي لتساقط الامطار بالنسبه للجزائر العاصمه، حيث سجلنا في بوزليعه من اول نوفمبر الى غايه اليوم على سبيل الرباح سجلنا 440 ملم. نعم. على منطقه المحالمه سجلنا 396 ملم، وعلى منطقه عين بنيان سجلنا 398 ملم. هذو هما الكميات الكبرى خلال بالنظر ربما الى بدايه هذا الموسم. من بدايه هذا شهر نوفمبر حتى لحد الان سجلنا كميات جد معتبره، حين تعدينا الموسم تعدينا الكميات الشهريه المعدل الفصلي والشهري اللي هو 94 ملم بالنسبه لولايه الجزائر، تعديناها باربع خطرات ورانا رايحين حتى لخمس خطرات خمس مرات من المعدل الفصلي. هذه الحالة الجوية ستستمر إلى غاية يوم الأربعاء لتتحسن إن شاء الله تدريجيا ابتداء من أمسية الخميس تتحسن هذه الحالة الجوية. نعم سيد حمادي، في الأخير فقط ربما نعيد ونكرر أهم النصائح والإرشادات للمواطنين للتعامل مع التساقط الغزير للأمطار.
ننصح كافة المواطنين بالتقيد بالإرشادات اللي يمدوها رجال الحماية المدنية والإرشادات اللي موجودة على الموقع الرسمي للأرصاد الجوية، مصلحة الأرصاد الجوية، وكذلك التطلع على خريطة اليقظة اللي نحينوها في كل ما يكون هناك تغير طارئ في الحالة الجوية، وذلك على مستوى التطبيقات الموجودة على الهواتف النقالة، تطبيق الأرصاد الجوية، مصلحة الأرصاد الجوية، وكذلك على هذه النشرات الخاصة في مختلف المناطق حتى في مختلف البلديات. وإذا سمحتي لي سيدتي، ما حالة البحر؟ حتى حالة البحر يشهد اضطراب كبير، حيث أنه في المناطق في السواحل الوسطى سنشهد بحر مضطرب إلى هائج، حيث علو الأمواج سيتراوح ما بين 2 إلى 3 أمتار، وعلى السواحل الشرقية بحر إن شاء الله مضطرب، وغدا كذلك بحر مضطرب على كافة السواحل الوطنية إن شاء الله. نعم، أشكرك جزيلا رئيس قسم التنبؤات الجوية بالديوان الوطني للأرصاد الجوية سيد سيد أحمد حمادي على كل هذه التفاصيل. نتمنها أمطار خير وبركة على الجميع، وطبعا التقيد بشروط الأمن والسلامة خاصة أثناء السياقة خلال الأحوال الجوية السيئة. مشاهدينا، نواصل برنامج هذا الصباح إلى ركن الصحة الآن. ركن الصحة، سنتحدث عن التكوين في المجال الطبي بولايات الجنوب. شهدت ولاية الأغواطة جامعة عمار ثليجي تخرج أول دفعة من كلية الطب. نتابع هذا الموضوع بداية مع الزميل حمزة ملوح. منذ إنشائها سنة 2013 توفر كلية العلوم الطبية بالأغواط كافة الظروف والوسائل الممكنة لتغطية التخصصات التي يحتاجها الطبيب العام في مساره الدراسي. عمل جاد وتحدي كبير واجهه الأساتذة رفقة الطاقم الإداري من أجل تكوين نوعي لأطباء المستقبل. عدنا حاليا أكثر من 650 طالب صديرهم نوجدوا فيهم باش الى باش يكونوا اطباء. عندنا اطباء اساتذه من كل بلدان كليات الجزائر يجوا يعطوا محاضرات عند الاطباء تاعنا. وبعد 7 سنوات من التكوين البيداغوجي والتطبيقي وفي جو بهيج بجامعة عمار ثليجي، ها هي اليوم أول دفعة من 19 طبيب تتخرج من كلية الطب ستؤدي واجبها بكل مهنية وتفان. أهنئ زميلاتي وزملائي خريجي دفعة أول دفعة لكلية الطب ولاية الأغواط. تقدم بجزيل الشكر للعائلة الكريمة، لكل من يعرفني، لأصدقائي ولكل من ساعدني. مش سهل الميتين مي مع لا فولونتي كلش تخدم لي فور ان غرو فور توصل وين تحب ان شاء الله. اون اسبيرون ان شاء الله دافوار لو تيست دو ريزان ان شاء الله كاع لي كوليغ تاعي. سيتي با فاسيل ساتون دو ميتين، سيتي با ما فاتتش معناها كيما نقولوا سهله، مي الحمد لله اون فان كونت. الدفعة تعتبر ثمرة الإرادة السياسية للسلطات العليا للبلاد، ستساهم حتما في دعم التعطير الطبي في قطاع الصحة بالولاية وبالوطن عموما. نعم، وللمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع يحضر معي في الاستوديو البروفيسور طاهر ريان عميد كلية الطب بجامعة عمار ثليجي بالأغواط، وأيضا طبيب متخصص في زراعة وأمراض الكلى. صباح الخير، أهلا وسهلا. صباح الخير، شكرا على الاستضافة. شكرا على قبول الدعوة. إذن بعد 7 سنوات الثمرة اليوم تخرج أول دفعة من كلية الطب بالأغواط، حدثني عن هذه 7 سنوات، كيف كانت ظروف الانطلاق؟ واليوم نشهد تخرج ما شاء الله 19 طبيب مختص. بسم الله الرحمن الرحيم وعليه نستعين. كما تعرفوا البداية ما كانتش سهلة، احنا بدأنا في 2014 في أكتوبر 2014 باش بدأت الكلية الطب تاع الأغواط بحوالي 40 طالب تاع طب لي باش يديروا الطب في الأغواط، كلية الطب في الأغواط. وهي البداية ما كانت سهلة كما تعرفوا، لأن كان قرار
هو كان قرار سياسي باش الجزائر تفتح ثلاث كليات طب في الجنوب، وهذا هذا الطلب كان من المجتمع المدني ومن الطلبة. كما تعرفوا من قبل كانوا الطلبة تاعنا يدرسوا في الجزائر ولا في المدن الكبرى ولا في الوهران في المدن الكبرى. وفي البداية الناس ما كانوش يخموا باللي ننجحوا في هذا المغامرة. كان مغامرة وتحدي أيضا. إيه وتحدي، هو تحدي لأن كان الطب دائما في البلدان الكبيرة كما الجزائر البوليدة وهران، وعمره ما دراسة الطب راحت في الجنوب أو في الهضاب العليا. لهذا احنا كانت مغامرة كبيرة لنا باش ننجحوا في هذا لوباري هذا باش الحلم هذا اللي كانوا يستناوه لكل الناس في الجنوب هذاك الحلم يصبح حقيقة. وأصبح حقيقة، وهذا كان يسر للناس اللي يعاونونا في هذا في هذه الخدمة هذه باش ننجحوا. كثير من العائلات اللي داروا فينا ثقة الطلبة، ولكن ثاني كاين الاساتذه. نعم الاساتذه، وعندنا كثير من هذه الدفعه الاولى اساتذه من الشمال اللي كانوا يجونا من الجزائر من البوليده. وكان ربما هذا هو التحدي، توفير الاساتذه في مختلف المقاييس. نعم. اثناء هذه السنوات النهار اللي بدينا ما كان عندنا حتى استاذ. نعم كانوا ممكن 4 ولا 5 اللي كانوا يقدروا يعطوا دروس لهذا الطلبه، ولكن حنايا واش عملنا كنا نجيبوا طلب اطباء صادر اساتذه من الشمال، وكانوا يجوا يدرسوا عندنا صادر ان كوبيراسيون بيننا وبين. وهذا لماذا؟ لان احنا نعرفوا باللي النوعيه تاع دراسه الطب، انا حبينا نعطيوا الطلبه تاعنا لو ميم اونسينيمون كيما في الجزائر. معناها ما يقولكش راني في لغواط راه ماهمش يقريو فيا مليح مانيش نقرا مليح. دونك حنا جبنا له الاساتذه تاع اللي يدرسوا في الجزائر في البوليده في تلمسان في جامعات اخرى، ولكن هو ما قعد في لغواط. وكما تعرفوا حنا عندنا الطلبة من ولاية لغواط ولكن من ولاية الجلفة. نعم. وولاية غردايا. دونك هذا الطلبة قعدوا خاصة البنات. احنا كما قلت لكم العائلات ما كانوش يحبوا بناتهم يطلعوا. نعم. إلى الشمال، هو مشكل كبير. دونك ولا يدرسوا في بلادهم أو قريب على بلادهم على مقر سكنهم كما الجلفة 100 كيلومتر 200 كيلومتر، ولكن نوعية الدراسة هي كما في الشمال. ثم ضمنت أن تكون نوعية الدراسة هي نفسها؟ لا، هي احنا يا حبينا نخرجوا أطباء يكونوا أطباء كومبيتونس صديرهم أصحاب كفاءة. أصحاب كفاءة صدير يقدروا يخدموا في الشمال أو من في البلدان الأخرى. احنا هذه اللي تهمنا. نعم. احنا الطبيب اللي خرجناهم عارفين باللي عندهم النيفو، عندهم المستوى المطلوب باش يمارس الطب في اي بلد في العالم. لهذا بدانا كما شفتوا ب 19، عندنا 19 طبيب اللي خرجناها. قلت أن الدفعة في البداية كان فيها 40 طالب، 19 طبيب اللي يعني كمل المسيرة إلى النهاية. الأخرين راهم جايين كما يقولوا. نعم أكيد. 19 هذوك فيها زوج رجال و17 بنات. من العنصر النسوي. النسوي كثير. لهذا هذو البنات ونشكرهم خاطرش هما راهم رفعوا من مستوى تاع الكلية تاعنا. وحنايا الاطباء اللي عملناهم اللي تخدموا في اللي كونا فورمي في كليه الطب تاع لغواط، هما اطباء كانوا يمارسوا الطب في المستشفيات. كما تعرفوا في الجزائر، وانا ندرس في الجزائر ثاني،
الطبيب ليتيديون هذاك الطالب تاع الطب ما يشوفش المريض لانهم كاين ألوفات. نعم ألوفات، دونك ما جامي يشوف مريض ولا يقلب مريض ولا يفحص مريض ولا احنا هذو الاطباء. انا كنت ساسالك عن التكوين بين النظري والتطبيقي، لانه دراسه الطب تحتاج الى تنقل الى الهياكل الصحيه، الى معاينه المرضى، الى ربما الاطلاع على الحالات في الهياكل الاستشفائيه. كيف كان من الناحيه التطبيقيه؟ احنا في التطبيق كما قلت لكم احسن من الجزائر، كان عندهم الفرصه يعني لان العدد قليل. قليل نعم. وهذا العدد كانوا يروحوا المستشفيات ويقلبوا المريض كأنهم أطباء صدر، ما كانوش يقولوا لهم أنتم طلبة ولا. كان فيه تعاون مع المستشفيات اللي واقعة بالمنطقة، تعاون مع المستشفيات تاع الأغواط ولكن أيضا تاع الجلفة. نعم. وفي بعض الأحيان تاع أفلو، في بعض الأحيان تاع غردايا، لأن الطالب وين شوفوا كاين مصلحة، مثلا في الجلفة كاين مصلحة مليحة تاع امراض التنفس لابنومولوجي، الستاج تاعهم تاع التطبيق يديروه في الجلفه، وحنا نوفروا لهم لي بيوس يدوهم يرجعوهم. وكاين ثاني بعض سيرتا ستاج براتيك يجوا حتى الجزائر، وبعثناهم حتى الجزائر لان في بعض سيرتا سبيشاليتي ما عندناش تما. دونك حنايا صدير لا فورماسيون نتاعهم طريز امبورتون، ما تخلوش عليها، نقول لهم ما اذا ما عندكم مشكل في الستاج باغ اكزومبل تاع مالادي انفيكسيوز، والله نقول لهم هذاك مش مشكل، كاين بيس يديكم ويرجعكم وتقعدوا ثم 15 يوم وهذه اللي صار معنا، هذا اللي عملناها في الميدان. هذه توري باللي صدر باش كليه ناشئه كما الكليه تاعنا تبدا تشتغل وتبدا تخرج في اطباء لازم وقت. صحيح. كما تعرفوا الجزائر هي بدات في من نفسها بدات كليه الطب في الجزائر قديمه ياسر، وحنايا عندنا سبع سنوات. نعم. ورانا بالعقل هل يعتبر هذا ربما اللبنه الاولى من اجل، هل يعتبر هذا خطوه اولى من اجل تعميم دراسه الطب؟ لما لا نحو جامعات اخرى وتكون فيه كليات اخرى حتى نمكن كل طلبه الوطن من تلقي هذا التخصص في مكان اقامتهم، ويكون التعليم المتخصص الطبي معمم على كل الجامعات. شوفي، هو كان واحد المشكل خاطر حاليا احنا شفنا باللي كل ولايات البلاد حبوا كليه طب. نعم. حتى لي ديبيوتي تاعهم يطلبوا فيها واسمها. هو مش شرط نكثروا من هذه الكليات الطب، لان نديروهم في بعض المناطق، مثلا كما حاليا الاغواط عندها 3 ولا 4 ولايات، الناس يقدروا يجوا ويروحوا مش مشكل. ولكن باش نديروا بار اكزومبل تيار الطلب الثاني، بوسعادة طلبت، بسكرة طلبت، دركا كنت تبدا تتعمم صدر يان بروبليم بوليتيك. درك اللي يحب يولي ديبيوتي يقول لهم نجيب لكم كليه طب. دونك احنا ماذا بينا الكليه الطب يكون فيها اقطاب معينه. ايه اقطاب معينه. لازم كيما هذه لا فاكولتي دو ميديسين تاع الاغواط نشوفوا بعد 10 سنوات كيفاش صادير اون فا فير لوديت كيما يقولوا، نشوفوا وين لحقت النوعيه تاع الثمره هذيك تاع الاطباء اللي كونا فورمي، ومن بعد نشوفوا اذا نقدروا نعموها في مناطق اخرى معليش. ولكن هذه كاين الاغواط، كاين ورقله، وكاين بشار، دونك كاين ثلاث اقطاب ان صح التعبير. هذون لازم نشوفوا الاكسبيريونس ونديروا لوديت تاعهم، نشوفوا النقطات النقص واللي بوين فور اي لي بوين فيبل، ومن بعد نشوفوا واش نصلحوها اللي ما نصلحوهاش، وذاك الوقت ممكن نأموها. ولكن حاليا احنا ماذا بينا ما تأمش اسمها، لان احنا صبنا مشاكل كبيره. عندنا كثير من الاطباء اللي راهم صدير سيدي انسينيون شيرشور يجونا ثم بعد 3 سنوات يقول لك نعاود نرجع للجزائر ولا نرجع للبليده. تثبيت المكونين والمؤطرين.
احنا ماذا بينا هذون 19 اللي عملناهم اللي كنا فورمي هما اللي يولوا من بعد يقريوا في الجامعه في الكليه نتاعنا. صدير لازم الاطارات تاعنا يكونوا من البلاد. اللي احنا شفنا باللي يكذب عليك اللي يقول لك نجي من الجزائر نقعد ثم والو، هو بعد 3 سنين ديجا ضيق روحه يقول لك انا نروح يبدا يحوس باش يبدل عندي مرتي عندي مش عارف كيفاش. دونك احنا درنا مشكل خاطرش درك نروحوا لا سبيسيال لا سبيسياليتي لا سبيسياليتي. ماذا بعد تخرج هذه الدفعه؟ احنا ما نقدروش نديروا توت لي سبيسياليتي، كان بعض لي سبيسياليتي اللي نقدروا نديروها في لاغواط وين كاين دي سيرفيس تاع دو سونتي يكونوا ملاح، وثاني الاطارات يكونوا ستابل ما يتحركش. انا نهار اللي يبدا يقول لي انا جوفي ندير جوفي فورمي دي سبيسياليست نقول له ما تحركش مده 10 سنوات سنية اذا تقدر، اذا ما تقدرش قولها لي من درك. مش انا نلعب بالطلبه ونلعب بالافنير تاعهم ومن بعد انت يا بعد عامين ولا تقول لي انا يا راني زوجت وراني نروح لهيف. هذه صدير حنايا هذا هو المشكل الكبير. صدير لا باسكو لا ماجوريتي تاع لي زونسينيون تاعنا ما همش من الاغواط، هما يجوا من كل جهه من كل الجزائر كل مناطق الجزائر يجوا، وحنا ماذا بينا يستقروا عطينا لهم السكنه عطينا لهم كلش، ولكن ضيق روحهم ومش موالفين بال هنا أهمية موالفين بالجزائر بالبحر بالبروشات وما همش موالفين أهمية تكوين هذا الكادر الطبي اللي يكون كما أشرت من المنطقة ويستقر في المنطقة. ماذا بعد هذا التكوين تاع 7 سنوات؟ احنا ماذا بينا في هذا ال 19 هذون اللي خرجوا ممكن اخرين يفون فير لا سبيسياليتي يديروا لا سبيسياليتي وهما عندهم الامكانيات. انا على بالي لان احنا عطينا لهم دراسه معناها احسن من الدراسه اللي راهم يديروها في الجزائر. راكم شفتوا هنايا الطلبه في الجزائر يظلوا يشكيو لي زونفي ما يكفي وش واحد فوق واحد لينونداسيون في لي زونفي تياتر. احنا يعطينا لهم صدر يقراو مليح عندنا ان سونتر دو سيمولاسيون باش يتعلموا في الميدان وعندهم الامكانيات عن طريق المحاكاه ايضا. عندهم الامكانيات درنا لهم ميم اون تاز صدر ما يقولهاش يونيفيريتاز وين ميني تاز. بعد 7 سنوات يوجد عمل تطبيقي يبريزونتي سوتونونس يدير سوتونونس. هذه مش موجوده في الجزائر العاصمه الاولي. لماذا؟ لان في صادر في لونور العدد كثير تاع الطلبه ما يقدرش يديروا لهم باريزون دي تاز ولا. حنايا عندنا الامكانيات دونك حنا نعرفوهم واحد بواحد. صادر مش كيما هنايا في الجزائر ما تعرفيش الطالب مش معروف مش معروف ما يعرفش الاستاذ ما يعرفوش هو ما يعرفش الاستاذ. حنايا كل عائله كل اللي راهم يدرسوا في عائله وكما تعرفوا عندنا حوالي الى حد الان 650 طالب تاع طب. دونك رانا نوجدوا فيهم كل سنه عندنا حوالي 50 يخرجوا بصح هذا العدد راه رايح ويزداد. نعم يزداد وان شاء الله في المستقبل نبدا ثاني في لا فارماسي وفي لا شيرجي دونتير. جميل. ولكن حنايا نروحوا خطوه بخطوه من خطوات ثابته واكيده. ثابته واكيده اذا نشوفوا نقايص نصلحوها. اذا هناك افاق لفتح كليات اخرى للصيداله للتخصص. نعم نعم ان شاء الله مازال شويه جديده في المجال الطبي. مازال شويه صدير حنايا نقولوا نوت ريكتور ونقول له شوف روح بالاقل خطوه بخطوه لان من نشوفوا بلي اذا نجحنا مليح. نعم ومن بعد صدير احنا ما نديروش في السياسه. انا نقولها لكم من بركه ماناش سياسيين. هي رساله نبيله التكوين في المجال الطبي تاع صدير دي تكنيسيان دو لا سونتي ولا صدير دي بيداغوغ نشوفوا اذا الطبيب اللي نعملوه اللي نخرجوه عنده مستوى المقياس عالمي سيتادير سي لي ميم كاركتيريستيك. طيب. تاع الطبيب اللي يخرج في بلدان اخرى. نعم باش احنا باش ما يحشموناش. انا قلت لهم اكيد نعم قلت لهم ما تحشموناش انتم رانا خرجناكم انا في انتم عطيتوا لهم كل الخبرات والطاقه اللي تخدموا. طيب. تخدموا باغ اكزومبل في لاغواط ولا في بلاد اخرى
تكونوا تعرفوا يجيكم المريض ميم سو لو بلان دو كيفاش يستقبلوا المريض يضحكوا له صحيح. وكل هذه الطالبات راهم يشتغلوا قبل ما يخرجوا اطباء كانوا يشتغلوا في تاع الكوفيد هذه لا فاكسيناسيون. نعم نتحرح لك الان لشق اخر من النقاش ربما عن الوضع الوبائي الحالي مكافحه كوفيد 19. حدثني عن مستجدات الوضع الوبائي ايضا عن اهم النصائح. نتحدث ايضا عن مجال تخصصكم بروفيسور أمراض وزراعة الكلى ضمن جائحة كورونا في الجزائر. شوفي حسب كل ما راهم يتكلموا المختصين في هذا الميدان الموجة الرابعة راها جاية. دونك حنا نطلبوا من الناس يوجدوا رواحهم. كيفاش يوجدوا رواحهم؟ كما تعرفي كاين لا فاكسيناسيون التلقيح. لا فاكسيناسيون كان صادر انا شفنا والوزير الصحه تكلم عليها حوالي 30% من الجزائريين اللي داروا الفاكسين هذا. دونك ما تكفيش. والهدف 70%. هو الهدف 70%، اذا لحقنا ال 50 رانا ملاح. 50%. دونك الناس مازال ما همش فاهمين باللي كل موجه تجي كل موجه تكبر وتقدر تقتل وتعمل. صادر الموجة الرابعة ولا الخامسة ممكن يكون أن تسونامي كما يقولوا. وذاك الوقت سيطروا طار الناس اللي ما داروش الفاكسيناسيون يقدروا يتوفى ويقدروا لهم مشاكل دي كومبليكاسيون. دونك هذا المرض تاع الكوفيد هو مرض اللي لازم نعيشوا معاه. نعيشوا معاه مرة هبطة مرة طلعة كما يقولوا، مرة ينقص مرة يطلع. دونك احنا لازم نوجدوا روحنا وراني نشوف باللي هذوك لي مزور تاع دو بروتيكسيون هذيك بداو ينقصوا. اجراءات الوقايه هناك تراخي. ينقصوا في المجتمع والناس نساو باللي كاين مرض هذايا، ينساوه، يتفكروه قائدا من بعد كي يولوا يسمعوا باللي ابن عمه ولا واحد من العائله تاعه توفى. ولكن لازم نقولوا لهم باللي اتونسيون راه الشتاء جاي، ديسمبر راه جاي، وهذا الموجه كل مره راه تدي معها واش تدي، خاصه انه تقدر تحمل مفاجات ليست في الحسبان. نعم يا في الموجه الثالثه شفنا ازمه الاكسجين. الان كل الاخصائيين يقولوا ما على بالناش واش راح يحمل لنا الكوفيد اذا كانت موجه شرسه اخرى. وكان كما يقولوا دي ميوتاسيون تاع الفيروس، تحولات سلالات المتحوره. احنا نعرفوا هذاك. نعم. القديم هذاك الفيروس، ولكن الجديد هذا اللي يجي ما نعرفوهش، ممكن يكون اخطر. لهذا الناس لازم يوجدوا رواحهم باش ما يتفاجئوش، ما تكونش يقول لك انا ما كنتش عارف ما على بالي. اليوم اللقاح هو الحل. اللقاح اليوم هو الحل. اللقاح ذكرنا وصلنا الى لماذا تراجعت وتيره اللقاح رغم كل ما خلفته الموجه الثالثه، عدد كبير من الضحايا المرضى من المصابين كان غير مسبوق، بعدها كانت وتيره التلقيح مرتفعه، ثم فجاه مع انخفاض عدد المصابين اصبحت انخفضت وتيره الناس التلقيح. كي يشوفوا الحاله نقصت وباللي الناس اللي يدوهم للسبيطار ومن الناس اللي توفوا يحب صادر يقول لك خلاص ما كاين والو ما كاين والو. دونك يقول روح دير الفاكسان، والله يقول لك انا راني لاباس عليا، على واش نروح ندير الفاكسان. ولكن الفاكسان هو مديور باش نتفاداو المرض من بعد، موش كي تمرض دير الفاكسان. ديرو قبل توجد روحك. دونك حنا نطلبوا من الشعب تاعنا باش ونطلبوا من المرضى تاعنا. حتى على امراض المزمنه خاصه المرضى الامراض المزمنه. احنا كما تعرفوا المرضى تاعنا اللي عندهم قصور كلوي مزمن. نعم. ولا المرضى اللي درنا لهم زراعه كلى هما مهددين اكثر من الناس الاخرين. وحنا رانا نشوفوا راهم بداوا يجيو دركا، بداوا يجيو اللي عندهم الكوفيد هذا مهددين لان المناعه تاعهم ناقصه، ونعطوهم ادويه ضد المناعه، صاديزون نقصوا لهم المناعه تاعهم. وراهم بدا العدد يزداد في لهذا. ممكن سالتيني على زراعه الكلى في الجزائر نقصت، لان هذا المشكل تاع الكوفيد ما يقدرش الانسان يكثر من زراعه الكلى باش من بعد يتوفاو له المرضى اللي عندهم نقص في المناعه. لازم نمشيو بالعقل،
زراعة كلى من الحي إلى الحي ماهيش اون اورجونس، ماهيش حاجة لازم تديرها قدوة ولا بعد قدوة، ولا تستنى حتى أن الحالة تكون مليحة باش تديرها. وكان ثاني مشكل تنظيم، حنايا الوكالة الوطنية لزراعة الأعضاء مش تلعب في الدور تاعها، التنظيم نقص ميم كما تعرفوا من قبل كنا نديروا باش دي سيونس دو سنسيبيليزاسيون تاع حملات التوعيه والتوعيه للشعب باش يتبرع. درك خلاص هذا كله من اثار الجائحه ربما، لا من الجائحه، ولكن ميم اذا كاين جائحه ما نتكلموا عليها شويه، ماهوش نتكلموا عليها كما قبل ولكن ما ننساوهاش. صح، هنا راه تنسات كومبليت وتنسات، ويجب تعزيز هذا الاستقرار في الوضع الوبائي انه نتفادى نصل الى نتائج وخيمه واللي يكون عدد المصابين مرتفع، وهذا راح ياثر على كل التخصصات، كل المرضى الاخرين خاصه اصحاب الامراض المزمنه. كلمه اخيره في الختام بروفيسور. كلمه اخيره على على كليه الطب تاع الهواط. تفضل. نعم، احنا نشكر كل من ساهم في النمو تاع هذه الكليه. كما تعرفوا كاين صدير لو بوفوار بوليتيك، السياسيين عاونونا، الوالي اللي فاتوا خاطرش كان قداش السلطات المحليه، السلطات المحليه، وزاره الصحه، وزاره التعليم، الاطباء، التلاميذ، التلاميذ اللي داروا لنا كونفيونس. نعم. وعائلات، العائلات بخاصه، وانتم خاصه اصحاب الخبره كانوا يديروا في الدعايات وما تقراش في الاقواط، الدبلوم تاعك ما يولي ما عنده حتى قيمه وسمع. دونك حنا يا دي عائلات كثيره داروا فينا كونفيونس. صحيح. وحاليا رانا الثمره كما قلت، الثمره والحلم اصبح حقيقه والثمرة رانا نشوفوا فيها. هذه أول دفعة فيها 19 طبيب، ولكن الخير مازال قدام. لأن كاين دفعة جاية إن شاء الله، وكل سنة عندنا دفعات، وإن شاء الله من بعد صبايط الله سبيسياليتي كما قلت لكم، وإن شاء الله وهي مهمة نبيلة. الطب وأيضا تكوين الأطباء كل التوفيق، أنتم أعطيتموهم كل الخبرة اللي عندكم، وإن شاء الله يكونوا ذخر للمجتمع، ذخر للجزائر ولخدمة العلم طبعا وصحة الإنسان. أشكرك جزيلا البروفيسور طه الريان عميد كلية الطب بجامعة ثليجية بالأغواط على كل هذه التفاصيل. أنتم أيضا طبيب متخصص في أمراض وزراعة الكلى، نلقاك في فرص أخرى بحول الله. شكرا. مشاهدينا مستمرون دائما معكم، فاصل قصير ثم نعود. نعود إذن مشاهدينا لاستكمال فقرات برنامج هذا الصباح إلى ركن الاقتصاد.
نشر ثقافة المقاولاتية وروح الإبداع والمبادرة لدى الشباب هو هدف الطبعة 11 من الأسبوع العالمي للمقاولاتية التي أتت هذه السنة تحت شعار دور الابتكار في تفعيل المقاولاتية. للمزيد أسعد كثيرا بالترحيب بالأمين العام للفيدرالية الوطنية للمقاولين الشباب السيد أكرم زيدي. صباح الخير سيد زيدي. أهلا. مبروك سادة، تحية طيبة لك ولكل المشاهدين الكرام. مرحبا، أهلا وسهلا بك. حدثني عن مخرجات هذه الطبعة، هي 11 الأسبوع العالمي للمقاولاتية. أكيد عشنا بحر الأسبوع المنصرم، يعني فعاليات الأسبوع العالمي للمقاولاتية الممتد من 8 نوفمبر إلى غاية 14 من ذات الشهر. هذا الأسبوع الذي يعني عاشته الجزائر بمختلف ولايتها من تنظيم نشاطات، تنظيم لقاءات، خاصة لقاءات محلية ضمت الشباب، ضمت الفاعلين في عالم المقاولاتية، لما لدور المقاولاتية في إنعاش الاقتصاد الوطني، خاصة ما نعيشه اليوم في ظل هذه الأزمات التي توالت على الجزائر وعلى العالم ككل. أزمة اقتصادية تلتها أزمة صحية حادة زادت من حدة الأزمة الاقتصادية. حقيقة كانت هناك عدة لقاءات محلية نشطها يعني مسؤولون محليون رفقة منظمات وطنية ومحلية شبابية تخص عالم الاقتصاد، تخص عالم المقاولاتية. الهدف من هذه اللقاءات هو تشجيع روح المقاولاتية ونشر ثقافة المقاولاتية في أوسط الشباب، خاصة أوسط الجامعات، أوسط مراكز التكوين المهني، لأنه اليوم نسعى لخلق شريحة جديدة من شباب رجال أعمال يقودون الاقتصاد الوطني نحو الأفضل. اليوم الطالب الجامعي أو المتربص بمراكز التكوين المهني هو في عالم التكوين، ولكن نسعى اليوم غد أن يكون ضمن شريحة رجال الأعمال الذين يقودون الاقتصاد الوطني إلى الواجهة العالمية إن شاء الله. ماذا عن دور الابتكار في تفعيل المقاولاتية؟ لعل المفهوم التقليدي للمقاولاتية كان دائما مرتبطة بتوفر رأس المال، اليوم الفكرة أصبحت بإمكانها أن تخلق مقاول الغد. صحيح، اليوم يعني الابتكار الذي له دور مهم في تطوير المقاولاتية، خاصة الخطوات المهمة التي عشناها منذ تقلد السيد رئيس الجمهورية سدة الحكم، يعني قام باستحداث وزارة منتدبة خاصة بالمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة، لما لدور هذه الشريحة من المؤسسات الاقتصادية التي هي شريحة مهمة في تكميل المؤسسات المصغرة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وحتى المؤسسات كبرى، المؤسسات الاقتصادية سواء كانت مؤسسات عمومية وخاصة. يعني دور مهم للابتكار في انتعاش المؤسسات الاقتصادية، في إعطاء نفس جديد. وحقيقة اليوم نرى أنه مزج الذكاء بالاقتصاد أمر مهم لتطوير مؤسساتنا الاقتصادية سواء كانت مؤسسات عمومية أو مؤسسات خاصة، لأنه اليوم نحن نعيش في وسط العالم في ظل راهن، في ظل متطورات تكنولوجية علمية، يجب مواكبة كل التطورات من خلال الابتكار، من خلال إدماج سياسة حقيقية في سياسة سلسلة القيم، لأنه اليوم نحتاج في الاقتصاد الوطني إلى سلسلة قيم متوازنة ومتكاملة تندمج فيها كل القطاعات، لأنه حقيقة اليوم خلق اقتصاد قوي، اقتصاد متنوع، يكون بمسايرة المستجدات، يكون باندماج كل القطاعات، لأنه الاقتصاد الوطني للأسف وتصريحات السيد رئيس الجمهورية في عدة لقاءات، خاصة اللقاء الذي جمعه في فعاليات تنصيب المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، قال أنه اقتصادنا للأسف كان هش، لأنه اقتصاد كان يعتمد على الريع، غير اقتصاد متنوع. كل التوجهات اليوم، كل الجهود محشدة ومجندة للتوجه نحو اقتصاد وطني متنوع تندمج فيه كل القطاعات التي عانت الركود لعدة سنوات. إذن الإرادة السياسية متوفرة، التحفيزات، التسهيلات، الهيئات الجديدة الموجهة خاصة لخدمة هذا النوع من المؤسسات، كيف هو الواقع اليوم بالعودة إلى هذا الشاب المبتكر صاحب الفكرة في كل ربوع الوطن؟ الجزائر اليوم تضم 1,200,000 مؤسسة مصغرة ومتوسطة فقط، وهو يبقى عدد قليل بالنسبة لطموحات تحقيق التنمية المستدامة. أكيد بالتحدث اليوم خاصة عن جانب المقاومة
المقاولتية والمفهوم الصحيح لعالم المقاولتية، لأنه مفهوم المقاولتية السائد والرائج عند العامة أن المقاولتية هي عالم الاستثمار في البناء والأشغال العمومية، ولكن حقيقة المقاولتية هي كل ما تعلق بتوظيف الطاقات، توظيف الاستثمارات والمعارف العلمية والمهنية في خلق اقتصاد قوي، في خلق قيمة مضافة، وإدماج المعارف العلمية والمعارف التكنولوجية لكذلك خلق وتطوير سلسلة المعارف وسلسلة القيم التي نحتاجها اليوم. اليوم في الاقتصاد الوطني المقاولتية يعني تأخذ يعني مكانة مرموقة، خاصة توصية السيد رئيس الجمهورية باستحداث كذلك وزارة منتدبة خاصة بالمؤسسات المصغرة والعدد الكبير والهائل لشريحة المؤسسات المصغرة الذي نعتبره نسيج كثيف في الاقتصاد الوطني، ما يقارب أصح فقط الرقم 1,400,000 مؤسسة مصغرة استفيدت في إطار أجهزة دعم الدولة بتنوعها من جهاز دعم الدولة أنصر سابقا. حتى لو تحدثنا بلغات الأرقام، الأرقام تبقى ربما لا تعكس الواقع الحقيقي، لأنه صحيح. حتى الإحصائيات، حتى هذه المقاولات صحيح. تكون مؤسسة عائلية في بعض الأحيان صحيح. الشباب المنشئ لهذه المؤسسات حتى وإن كانت وصلت إلى 1,400,000 كما أشرت هذا الرقم، إلا أنها رغم ذلك ظن لا تستجيب لطموحات وإمكانيات أيضا الاقتصاد الوطني. أكيد شيء الذي عشناه أنه عدد رقم كبير وهائل 1,400,000 مؤسسة مصغرة، ولكن للأسف كانت القيمة المضافة منعدمة وشريحة ونسبة كبيرة من هذه من هذا العدد يعني مؤسسات متعثرة. اليوم تسعى كل الجهود الرسمية والغير الرسمية لإعادة بعث هذه الشريحة من المؤسسات المصغرة. يبقى اليوم أنه نعيش فوضى للمعلومات وفوضى للأرقام، ولكن اليوم بتنصيب المجلس الوطني للإحصاء تحت وصاية وزارة الرقمنة والإحصائيات سيكون هناك يعني استقرار للأرقام صحيح. صحة للمعلومة وصحة للإحصاء، لأنه المنظومة الإحصائية لها الدور مهم في انتعاش الاقتصاد الوطني، المنظومة الإحصائية لها دور مهم في إعطاء المعلومة الصحيحة، في إعطاء الأرقام الصحيحة التي يعتمد عليها في كل البرامج المستقبلية، خاصة أنه اليوم مع المصادقة على مخطط عمل الحكومة وإن شاء الله سيكون كذلك المصادقة على قانون المالي 2022 الذي يعني جاء بالجديد، خاصة مخطط عمل الحكومة الذي أعطى مكانة مرموقة للمؤسسات المصغرة للمقاولتية للمؤسسات الناشئة للشباب في إدماجهم في الحلقة الاقتصادية، لأنه حقيقة عشنا من قبل إنشاء مؤسسات مصغرة ومؤسسات ناشئة لتوجهات اجتماعية أكثر منها اقتصادية، ولكن اليوم كل الجهود الرامية لأن يكون هناك خلق نسيج اقتصادي متكامل بخلق مؤسسات مصغرة جديدة وإدماج الشباب في هذه الحركية الاقتصادية لخلق مناصب الشغل من جهة للقضاء على البطالة وكذلك لكي تكون هناك قيمة مضافة للاقتصاد الوطني. طيب سيد زيدي، بالعودة للأسبوع العالمي للمقاولتية، ما أثر هكذا لقاءات على تطوير المقاولتية؟ كيف لهذه اللقاءات أن تصل إلى الشاب وأن تؤثر على الشاب وأن تحقق فعلا نتائج ملموسة من خلال تجسيد المشاريع المرغوبة على أرض الواقع؟ صحيح، مثل هكذا لقاءات هي لقاءات هامة لأنها ستكون منتديات ولقاءات للتشاور، لقاءات للحوار، لقاءات لإيصال المعلومة للشباب، خاصة اليوم ما نعيشه أنه نقص في وصول المعلومة، لأنه في حياتنا اليومية أنا كشخص أتصادف بشباب لا يعرفون أنه هناك أجهزة لدعم الدولة، لا يعرفون أنه هناك سياسات تشغيل تعمل على إدماج الشباب في العملية الاقتصادية. كما سلف الذكر أنه مثل هكذا لقاءات ستكون فضاء للتشاور للحوار لإيصال المعلومة للشباب أنه هناك أجهزة لدعم الدولة لإدماج الشباب في عالم المقاولات. حتى كل هذه التسهيلات ما تزال تحتاج إلى التعريف في أوساط الشباب. أكيد هذه تسهيلات يجب أن تصل لكل الشباب من خلال الأيام الدراسية، الأيام الإعلامية، كذلك دوركم وأنتم مشكورون عليه كإعلام لإيصال المعلومة وإيصال الرسالة للمواطن في الجزائر العميقة. اليوم
الحدث الذي أشنه الأسبوع العالمي للمقاولاتية يعتبر من بين الأحداث المهمة في عالم الاقتصاد الوطني، في عالم المقاولاتية، والزخم الكبير والفضاءات التي كانت بحر الأسبوع المنصرم في عدة مناطق بالوطن، بخلق يعني منتديات حوار جمعت الشباب، شباب الجامعة وشباب مراكز التكوين المهني وحتى الشباب البطال، ليكون هناك يعني إيصال للمعلومة الصحيحة لتعريفهم بأجهزة دعم الدولة، لأنه حقيقة اليوم نحتاج إلى التعريف بأجهزة دعم الدولة، لأنه المؤسسات الجزائرية تسخر بعدة أجهزة لتوظيف قدرات الشباب في مؤسسة اقتصادية. اليوم حامل الفكرة يمكنه تجسيد مؤسسته الاقتصادية من صاحب مؤسسة صغيرة متوسطة إلى رجل أعمال كبير، لما لا يكون من بين رواد الاقتصاد الوطني. طيب لو نتحدث بلسان هذا الشاب، في أي ولاية من ولايات الوطن الذي يملك الفكرة، يملك القدرة على الإبداع؟ ربما سيقول أنه الكثير من المشاكل، الكثير من المعوقات، طريق طويلة أيضا من أجل الوصول إلى تجسيد هذه الفكرة على الميدان، ربط علاقات اتصال بينه وبين أيضا رجال الأعمال، المؤسسات الاقتصادية لتمكين الفكرة من التنفيذ على الواقع. أيضا سيتحدث عن مشكل التكلفة، رأس المال، مشكل النقل، التسويق، ثمة التموقع في السوق. كيف تجيبون هذا الشاب؟ ما هو دور الفيدرالية الوطنية للمقاولين الشباب؟ أولا دور الفيدرالية الوطنية للمقاولين الشباب أكيد بصفتنا كشركاء اجتماعيين هي أن نكون حلقة مباشرة ما بين صاحب المؤسسة المصغرة والسلطات العمومية، سواء كانت مركزية أو محلية، لإيصال انشغاله، لإيصال المشاكل، وكذا أن تكون هذه الانشغالات والمشاكل مرفوقة بالاقتراحات، وهذا الدور إيجاد البدائل، إيجاد البدائل، وهذا الدور الحقيقي للشركاء الاجتماعيين، هذا الدور الحقيقي للمجتمع المدني الفاعل والحر والمسؤول، لأنه اليوم نحن كامل نتجند لأن تكون لنا مسؤوليات اجتماعية، مسؤوليات اقتصادية، خاصة في منظمتنا كممثلة عن شريحة مهمة من المؤسسات المصغرة، المؤسسات الناشئة والمستثمرين الشباب، وهذا يدخل في ما بين في الأدوار المنوطة بنا لأن نكون حلقة مباشرة لإيصال الانشغال وإعطاء اقتراحات والمساهمة في رسم استراتيجيات وبرامج مستقبلية تساهم في خلق اقتصاد وطني قوي ومتكامل. كذلك دور المؤسسات الاقتصادية الكبرى هو دور مهم ومهم جدا في دمج الشباب في هذه العملية، في دمج المؤسسات المصغرة عن طريق المناولات، تشجيع سوق المناولة، لأن واقع المقاولاتية في الجزائر اليوم كان يعاني، ولكن هناك بوادر لانتعاش سوق المقاولاتية مع كل الخطوات المهمة، من استحداث وزارة منتدبة خاصة بالمؤسسات المصغرة إلى عدة قطاعات وزارية لجانب المؤسسات المصغرة والمؤسسات الناشئة وواقع الاستثمار، خاصة اليوم ما نعيشه أنه هناك حركية حقيقية في واقع الاستثمار، ونحن ننتظر قانون الاستثمار الذي له علاقة مباشرة في انتعاش الاقتصاد الوطني، لأنه حقيقة اليوم المتعاملين الاقتصاديين وكذا المستثمرين الجزائريين يبحثون عن تلك الثقة ما بين مؤسستهم واستثماراتهم ومؤسسات الدولة، لأنه في ظل غياب ثقة لا يمكننا تجسيد استثمارات، لا يمكننا تطوير اقتصاد وطني، لا يمكننا الوصول إلى بر الأمان باقتصادنا الوطني، ونحن اليوم نعيش عدة تطورات، نعيش راهن أزمة اقتصادية وراهن أزمة صحية أثقلت كاهل مؤسسات الدولة الجزائرية، أثقلت كذلك كاهل المواطن الجزائري. التبعات كانت على طول الأصل، تبعات اقتصادية، تبعات اجتماعية. اليوم المواطن الجزائري يحتاج إلى عيش كريم، المواطن الجزائري يحتاج إلى قدرة شرائية قوية تقويه على متاعب الحياة اليومية. طيب عن المقاولاتية، دائما نتحدث عن المرأة الريفية، نتحدث عن خريجي التكوين المهني، أصحاب الشهادات العليا، كيف هي المرافقة من أجل ربط جسور تواصل بينهم وبين أصحاب الأعمال، فتح السوق المحلية أمامهم، ولما لا
ولوج التصدير من خلال عديد التسهيلات المقدمة. صحيح، أولا بالتحدث عن دور المرأة التي لها دور ولها مكانة مرموقة في المجتمع الجزائري خاصة في الاقتصاد الوطني، يعني سارعت وتبادر وزارة التضامن الوطني من خلال وكالة أونجام كوكالة دعم كجهاز لدعم الأفكار يعني تخص وهي خصيصا للمرأة الماكثة بالبيت وكذلك المرأة الريفية لإدماجها في الحركة الاقتصادية. أهم شيء هو الوصول إلى هذه الشرائح. الوصول إلى هذه الشرائح في كل ولايات الوطن، في كل الولايات، لأنه المرأة الريفية والمرأة التي لديها أفكار، المرأة الحرفية متواجدة في كل ربوع الوطن، ولكن أماكن تواجد هذه الشريحة من المجتمع هي أماكن بعيدة، يصعب الوصول إليها، يصعب الوصول إلى الريف، لذا يتحتم على الإدارة التواصل عن طريق الذهاب إلى الأماكن التي تتموقع فيها هذه الشرائح، لأنه حقيقة اليوم التوجه إلى الاقتصاد العائلي، التوجه إلى الاقتصاد الصغير الذي يكمل الاقتصاد الكبير بإدماج المرأة الحرفية، بإدماج الحرفيين، بإدماج المرأة الماكثة في البيت لكي تكون قيمة مضافة للاقتصاد الوطني. كما سلف الذكر أنه وزارة التضامن الوطني عن طريق وكالة أونجام يعني تخوض عدة أدوار لإدماج هذه الشريحة المجتمعية في الاقتصاد الوطني. لما لهذه الشريحة من أهمية كبيرة وأهمية مرموقة لكي تساهم في بناء الاقتصاد الوطني، لكي لا يبقى الاقتصاد الوطني محتكرا إلا على المؤسسات الكبرى، إلا على شريحة معينة من المجتمع. اليوم الكل مجند، كل الشرائح المجتمعية مجندة لتطوير الاقتصاد الوطني والمساهمة في الحركية الاقتصادية. فتح السوق المحلية، ولما لا التوجه نحو الأسواق الخارجية؟ أكيد أنه السوق المحلية هي سوق غنية، ولكن يجب أن يكون هناك استراتيجية قوية للتوجه نحو السوق الخارجية عن طريق خاصة ما نعيشه من عدة اتفاقيات ومعاهدات دولية، وكذا نتحدث عن منطقة التجارة الحرة الإفريقية التي لها مستقبل زاهر للطرفين، طرف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والحرفيين ورجال المال والأعمال الجزائريين، لتوجيه استثماراتهم لتسويق منتجاتهم لهذه السوق المفتوحة، السوق الإفريقية التي تستهلك، قابلة لاستهلاك كل المنتجات الجزائرية. ولكن اليوم يتحتم أن يكون هناك استراتيجية قوية لدى وزارة التجارة لكي يكون هناك سياسة صادرات قوية نوجه بها كل منتوجاتنا الجزائرية القابلة للتصدير نحو الأسواق الخارجية من خلال ولوج كل المعارض الدولية، الصالونات التي يمكننا تسويق منتجاتنا، وكذلك الجهاز الدبلوماسي والبعثات الدبلوماسية، الدبلوماسية الاقتصادية، الدبلوماسية الاقتصادية، التحدث عن الدبلوماسية الاقتصادية يعني لها دور كبير ومهم في التعريف بمنتجاتنا، بالتعريف بمواردنا وما تزخر به الجزائر. كذلك الشيء الذي أشناه أنه لقاء السيد رئيس الجمهورية مع البعثات الدبلوماسية، لأنه حقيقة اليوم البعثات الدبلوماسية لها دور مهم في التعريف بمنتجات الجزائر، بالتعريف بكذلك ما تزخر به الجزائر، وكذلك مرافقة المستثمرين ورجال الأعمال في الأسواق الخارجية، لأنه جانب المرافقة وجانب المتابعة جانب مهم جدا لتوفير مناخ استثمار، مناخ عمل جيد يسهل ولوج رجال الأعمال ورواد الاقتصاد للأسواق العالمية. ماذا بعد الطبعة 11 للأسبوع العالمي للمقاولات؟ ما هي الرسالة التي توجهونها اليوم للشباب؟ أكيد شباب اليوم، نحن نسعى لأن يكون شاب اليوم خريج الجامعة اليوم متربص مراكز التكوين المهني اليوم هو مقاول الغد، هو رجل أعمال الغد، لأنه حقيقة لا يمكن للدولة الجزائرية توفير مناصب شغل دائمة للكم الهائل من خريجي الجامعات ومراكز التكوين المهني والمعاهد والمدارس الوطنية. اليوم التوجه نحو استحداث مؤسسات مصغرة عن طريق أجهزة دعم الدولة، استحداث مؤسسات ناشئة عن طريق الصندوق الذي تم استحداثه لتمويل أفكار الشباب، لاستحداث مؤسسات ناشئة هو السبيل الوحيد من طالب منصب شغل إلى موفر مناصب شغل. يكون هناك
يعني قيمة مضافة، خلق للثروة وتوفير لمناصب الشغل. ندعو كل الشباب للتوجه لمعرفة ما تسخر به المؤسسات الدولة الجزائرية من أجهزة لدعم الأفكار. هنا ضرورة استغلال كل هذه التسهيلات. اليوم الاقتصاد الرأسمال البشري يعني أمر جد مهم لتطوير الاقتصاد الوطني، يعني شريحة الشباب في المجتمع الجزائري فاقت 70%، بالرغم من كل الظروف، بالرغم من واقع المقاولاتية، بالرغم من كل المشاكل والعراقيل والبيروقراطية التي نسعى جميعا كشركاء اجتماعيين ورفقة الجهود الرسمية لمؤسسة الدولة لتجاوز هذه البيروقراطية عن طريق رقمنة الإدارات والمساعي الحديثة والتوجيهات التي يصدرها السيد رئيس الجمهورية في كل لقاءاته الدورية في كل خرجاته، أنه يجب رقمنة الإدارة، يجب رقمنة القطاعات، يجب كذلك أن يكون هناك تضامن حكومي لمعرفة كل ما تسخر به القطاعات، بالرغم من كل المشاكل، بالرغم من كل العراقيل وواقع المقاولة، إلا أنه ندعو الشباب للتوجه لاستحداث مؤسسات مصغرة ومؤسسات ناشئة. أشكرك جزيلا أكرم زيدي الأمين العام للفيدرالية الوطنية للمقاولين الشباب على الحضور وعلى كل هذه التوضيحات. بارك الله فيك. شكرا. مشاهدينا برنامج هذا الصباح متواصل معكم الآن، موعدكم مع موجز لأهم الأنباء تقدمه لنا نور دحماني.